الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد يتحدث إلى جون ديفيس مبعوث يورنيوز إلى طهران بلهجة مفاجئة في اعتدالها عن الأوضاع الداخلية في الجمهورية الإسلامية وحول عدد من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الثورات العربية. الرئيس الإيراني علق على صور محاكمة الرئيس المصري السابق وهو داخل قفص الاتهام قائلا: يجب أن نعبر عن حزننا لكون بعض القادة يصلون إلى هذا الحد من القطيعة مع شعوبهم التي تؤدي بهم إلى مثل هذه الأوضاع. أعبر عن أسف الشديد للسياسات العامة التي تحدث شرخا بين بعض الحكومات وشعوبها وتدفع هذه الشعوب في تطلعاتها إلى حد من الحرية إلى المطالبة بالقصاص من قادتها مجبورا كمحاكمة رهبران خودشون رو. قلتم إن كل الشعوب لها الحق في تحدي حكوماتها، وقد شهدنا مثل هذا التحدي في إيران قبل سنتين في عام 2009. هل تعتقدون أن ما جرى في مناطق أخرى من الشرق الأوسط قد يحدث في إيران، أو أنكم واثقون من استقرار الأوضاع في بلادكم؟ ما جرى في إيران مختلف عما يحدث في بعض البلدان. الانتخابات التي أجريت في إيران حرة تماما، لكن الاعتداء على البنايات والسيارات ممنوع في جميع البلدان، وبطبيعة الحال هذا يؤدي إلى تدخل الشرطة والقضاء في المسألة. هل توجد حرية أيضا لمير حسين موسوي الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية؟ هل توجد حرية لمهدي كاروبي الذي يوجد هو الآخر قيد الإقامة الجبرية؟ هل يملك الاثنان الحرية في التعبير عن معارضتهما الواضحة لكم؟ هل يمكنهما ممارسة حريتهما من إقامتهما الجبرية؟ لديهما مشاكل مع الجهاز القضائي، والجهاز القضائي في إيران مستقل. طيب سيادة الرئيس، لكنني أتحدث عن الإقامة الجبرية هنا في هذا البلد حيث يقيم السيد موسوي وكاروبي. أنها مسائل بقوة قضائية دارا. الجهاز القضائي في إيران مستقل وليس لدي حق التدخل في شؤونه. هناك قواعد تسمح للناس بالتواصل والتعاطي مع النظام القضائي.